عليه وسلم النبي الأمين. تتشرف توكيل مطرح وزارة الشؤون التعليمية بحضور السيد الأستاذ محمد عبد الحميد ياسين موجه عام السرقة المسرحية بالمدرية. ونبدأ مسرحة الملاهج بالسلام الجمهوري للسيد الأستاذ حجازي عبد الفضيل أحمد. وخير القول قول الله سبحانه وتعالى. والآن مع السؤال الكريم للطالب محمد عبد الزايد من مدرسة أبو بكر الإعدادية بدمشق. والآن مع مدرسة أبو بكر الإعدادية سوف تقص علينا وتروي لنا مسرحية بعنوان التلوث، فنتفضلوا بالتلوث.